السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا الأخوان وبياكم. اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن ما زلنا نستكمل سلسلة كورس الـ MCCA Microsoft Certified Solution Associate إكزام رقم 70410 ويندوز سيرفر 2012. نبدأ على بركة الله. نحن اليوم بنتكلم حول موضوع من أهم المواضيع الموجودة في الكورس ده، وهو عبارة عن الديليجيشن. ولما بقول لك ديليجيشن معناها توكيل، تفويض او حتى تخويل. انا فين بشوف الديليجيشن في حياتي العمليه، وفين بستفيد من الديليجيشن في حياتي العمليه وككونسبت؟ شوف يا سيدي، انت في ظل انشغالاتك كنتورك ادمين، كسيستم ادمين، كنتورك انجينير، كسيستم انجينير، في عمليات أخرى، ويدق عليك يوزر بالتلفون ويقول لك يا اي تي ممكن تعمل لي ريسيت للباسورد، وكده الدنيا تكون قفلت ثلاث قفلات في وجهك عشان انت مش فاضي للشغلات دي. فهنا اجت الحاجة الى قسم اسمه الهيلب ديسك او السبورت، واجت الحاجة الى موظفين بيشتغلوا سبورت او بيشتغلوا كهلب ديسك. شفت كيف؟ فنتيجة لان الناس او الشخص ده اللي بيشتغل سبورت او هلب ديسك مش كواليفايد او مش معطاله الثقة بشكل كبير، فما ينفعش تعطيه يشتغل على البوليسي او على السيرفر بشكل إن كان، فتعطيه توكيل او ديليجيشن في اشياء محدوده. تعالوا نشوف من الحياه العمليه والكونسبت كيف بيكون. فانا عندي اي تي ديبارتمنت، وعامل تحت الاي تي قسم اسمه سبورت، وفي قسم السبورت يوزر اسمه ولاء عصام. احنا بنتكلم عليها في الاول از لوكال، وبنتكلم عليها از ريموت فيما بعد. الآن اليوزر ده اللي اسمه ولاء، نحن لو أجينا الآن عملنا تسجيل خروج ساين أوت يعني، وحبينا نعمل تسجيل دخول على مستوى السيرفر، مينفعش اليوزر اللي اسمه ولاء يعمل تسجيل دخول. ليش؟ عشان ما عندوش تصريح يعمل تسجيل دخول as a local. شفت؟ وجب اعطائه تصريح يدخل as a local. فعشان تعطيها التصريح وتتأكد، انت ممكن تروح على tools وتروح على الاكتف او عفوا على الجروب بوليسي مانجمنت، وكده تروح على الديفولت دومين كنترولر بوليسي وتراي تكليك واديت، وتروح على بوليسيز ويندوز سيتنج سكيورتي سيتنج ولوكال بوليسي ويوزر رايت اساينمنت، وهنا allow لوجن لوكالي. ولو لاحظت في allow لوجن لوكالي فهو بيروي لك الناس اللي مسموح لهم يسجلوا تسجيل دخول از لوكال، فكاتب لك الاكونت اوبريتورز والادمنستريتور والباك اب والبرينتر اوبريتورز والسيرفر اوبريتورز. ونتيجه لان اليوزر اللي اسمه ولاء من الاكتيف دايركتوري هو مش ممبر اوف اليوزرز او الجروبز دي، يعني لو عملت رايت كليك وبروبرتيز على اليوزر ورحت على ممبر اوف، فهو ممبر اوف الدومين يوزر، والدومين يوزر لو نحن رحنا وشفنا هنا فهي مش مخوله ان يتسجل كتسجيل دخول. فانا بقاد اليوزر اللي اسمه ولاء عصام وتشيك نيم. وخلي بالك انا ممكن لو عملت اوبجكت تايب فانا ممكن اقادش بلت ان يوزر سكيورتي اكاونت وجروب ويوزرز، فانا بقول له اوكي واوكي، وكده اليوزر طلع اللي اسمه ولاء وصار من حقه انه يعمل تسجيل دخول لوكالي. ونروح كده ونعمل سي ام دي وجروب بوليسي ابديت سلاش فورس عشان نرفرش البوليسي ونحدد البوليسي.
وكده تكون البوليسي عملت ريفرش. فالآن لو عملت ساين اوت وعملت ساين ان ودخلت في اليوزر اللي اسمه ولاء، وكده دخلت صح. طب اليوزر ده انا سمحت له يدخل as a console، ولما بقول لك سمحت له يدخل as a console او مفهوم كلمة as a console انه يقعد ويستخدم الكيبورد والماوس اللي متركبة على السيرفر نفسه، ده المقصود بالas a console. فلو راح اليوزر وحب يتعامل مع الداشبورد مينفعش، فهو محتاج الادمنستريتر بريفلج يعني الباسورد الخاصة في الادمنستريتر. فراح كاتب دبليو عصام وحاطط الباسورد تبعه وكده فتحت الداشبورد. وخلي بالك هو استخدم الباسورد الخاصة فيه وراح على التولز وراح الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، وده الدومين تبعنا، وعمل رايت كليك. هل في خيار بيسمح لليوزر ده انه بيكريت او يو او كونتينر او كمبيوتر او حتى يوزر؟ مفيش اي خيار. ولو راح على الاي تي وشاف اليوزر ده اللي اسمه ولا وحب يعمل له ديليت، وده ديليت وده ديليت، ان شاء الله تقعد من اليوم لبكره يو دون هاف بيرميشن. حب يعمل رينيم وده رينيم، يو دون هاف بيرميشن. ليش؟ عشان ما عندكش ديليجيشن، وحب يعطي نفسه ديليجيشن، ما عندوش ديليجيشن. فهنا وجب انه نحنا نعطي لليوزر ده اللي اسمه ولاء ديليجيشن من الاكاونت الخاص بالادمنستريتر. يعني ندخل هنا as administrator at mcse.local ودي الباسورد تبعنا. ها فنحن نروح على الاكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، وقلنا انه الديليجيشن هي تظل احد المميزات المشتركه ما بين الاو يو والكونتينر. يعني لو رحت على كونتينر ورايت كليك بشوف الخيار ديليجيت كنترول، ولو رحت على هنا وعملت رايت كليك بشوف ديليجيت كنترول. فكمان من ضمن الامور اللي ما ينفعش تعطي فيها ديليجيشن لليوزر السبورت على الاو يو الخاصة بالاي تي او على قسم السبورت نفسه، لانه ده قسم حساس ومينفعش يمنج من سبورت، لازم تحصل له عملية ادارة من الادمين نفسه. فانا برايت كليك وبنشئ او يو وبسميها على سبيل المثال اتش ار، وفي الاو يو دي برايت كليك وبقول له ديليجيت كنترول، وده الويزارد. قال لي ذيس ويزارد هيلب يو تو ديليجيت كنترول اوف اكتيف دايركتوري اوبجيكتس. والمقصود بالأوبجيكتس هو عبارة عن كمبيوتر ويوزر وأو يو. You can grant user permission to manage users groups computers organization unit، وده اللي قلنا معناته عبارة عن الأوبجيكتس في الأكتيف دايركتوري. فبقول له next، وهنا قال لي select user or group، بمعنى الكلام ان انا اقدر اديليجيت او اعطي تخويل ليوزر او حتى لجروب. ممكن اضم قسم السبورت كلهم واعطيهم تخويل واحد لجروب واحدة. فبفتح كده وبقول له اليوزر اللي اسمه ولا عصام وتشيك نيم واوكي، وكده طلع اليوزر اللي بعمل له او اللي بعطيه ديليجيت ونكست. فاعطالي خيارين، قال لك ديليجيت ذا فولوينج كومن تاسكس او كرييت كاستم تاسكس. ففي الكرييت كاستم فانا بفتح هنا وبحدد الكاستم اللي انا احب استعمل فيه، او كرييت سيلكت اوبجكت ان ذس فولدر او ديليت. فانا ام جوينج تو سيلكت ديليت ذا فولوينج كومن تاسكس. فلو اعطيته كرييت وديليت اند مانج يوزر اكونت، خلي بالك انا اعطيته تخويل انه يمانج الاو يو اللي اسمه اتش ار فقط بس. والمقصود بالكرييت والديليت والمانج انه يقدر ينشئ يوزر ويحذف اليوزر، اما من المقصود بالمانج يوزر اكونت انه يرست الباسورد، يتحكم باللوجن تايم اور، يتحكم باللوجن انتو الخ. ف
فكده بعمل next وفينش وكده اعطيت delegation انا وبروح الى هنا وبعمل sign out وبدخل لليوزر اللي اسمه ولاء عصام w عصام وراح اليوزر فاتح الداشبورد وكاتب اليوزر نيم تبعه عشان هو مخول من الناس اللي بيدخلوا على السيرفر يعني وكده فتح ولما يحب يروح على الاكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر حب يتعامل مع الاو يو اللي اسمه سبورت رايت كليك هل في اي خيار بيسمح له انه ينشئ يوزر او كمبيوتر او او يو ما فيش اي خيار عشان نحن اعطينا له ديليجيشن على الاو يو اللي اسمه اتش ار ولو فتحت الاتش ار في نيو بس نيو ايش نيو يوزر يعني صار مش من حقه يكريت او يو او كمبيوتر فهو يقدر يكريت يوزرز بس زي ما تشوف هنا ها وكده بيعطيه باسورد بدي كمان باسورد تو كونفيرم فينيش فمن صلاحيته انه كمان يريست الباسورد بس حب يعمل موف الى قسم الاي تي بينقل اليوزر يعني بيلتف عليك اللي اسمه الياس واللي قاعد على الاتش ار بينقله على اليوز على الاو يو ليست في السبورت فما ينفعش شفت عشان انت عندك ديليجيشن بس مش بس دي لاي او يو يعني انت عندك ديليجيشن كرييت وديليت ومنش على الاو يو اللي اسمه اتش ار شفت الفكره نعمل ساين اوت وندخل as administrator again وكده انا عملت تسجيل الدخول ورحت للactive directory users and computers وخلي بالك انه انت لما بتعمل delegation ده يعتبر نوع من انواع البرميشنز او التفويضات اللي انت بتعطيه على مستوى الاو يو نفسه فعشان اعمل ديليجيشن جديد برايت كليك وبروح بروبرتيز بس قبل كده انا محتاج اروح الى فيو وبقول له ادفانس فيتشر وبروح على الاتش ار نفسه والان بروبرتيز وكده في تبويب سكيورتي وبشيل اليوزر اللي اسمه ولاء يعني بعمل له ريموف وابلاي اوكي عشان هنا لو بتلاحظ عباره عن بيرميشنز موجوده على مستوى الاو يو نفسه رايت كليك الان وديليجيشن جديد وكده اد وبضيف اليوزر اللي اسمه ولاء عصام ونكست فانا مثال لو اعطيت له ريست يوزر باسورد اند فورس باسورد تشينج ات نكست لوجن بمعنى انه في الخيار ده بيصبح من حقه بس يسوي عملية ريستارت للباسورد تمام؟ انت فين بتعطي ريستارت وفين بتعطي له كرييت؟ بتعطي له كرييت على سبيل المثال على مستوى الـ HR department على مستوى الـ finance department لكن على مستوى الـ SMT او ما يسمى بالـ senior management team الناس اللي شغالين في الإدارة الناس المدراء فمنفعش تعطي له كرييت عشان بالأويو تبعهم فتعطي له تخويل فقط بريست الباسورد دي عشان الشخص ده ما ضل او ما يزال غير مؤهل انه يتعامل مع اشياء كبيره يعني عشان في الاخير لو غلط ده الشخص بترجع المصيبه عليك فلو قلت له كرييت اند مانج جروب كمان بيصير من حقه انه يكرييت جروب موديفاي ممبر جروب بوليسي لينكس وانت تقرا بس تفضي من وقتك شويه وتقرا ده ايش معناه وتفهم فانا بضل وبرجع وبعطيه الكرييت والديليت والمنش ونكست وفينش دي حاجه
ففي تول اسمه الريموت سيرفيس مانجمنت تولز الار اس ام تي، انت ممكن تنزلها من موقع مايكروسوفت. في الريموت سيرفيس مانجمنت تولز دي بتطلع على الكنترول بانل وبتعمل لك اكسباند للسيرفيسز او للتولز. لو رحت على ادمنستريتيف تولز فبشوف انا عندي هنا ايش، عندي اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز اي دي اس اي اديتور، خلي بالك. واي شيء نزل هنا معناته انه انا اقدر اعمل ديليجيشن فيه، بمعنى اقدر اعطي ديليجيشن في الدي اس سي بي وفي الدي اف اس مانجمنت وفي الديسك كلين اب والدي ان اس والايفنت فيور والى اخره. فانا بدخل في اليوزر اللي اسمه ولا عصام، يعني كده ودي الباسورد تبعه. وكده هو بيعمل بريبريشن لسطح المكتب. شفت الفكرة او ايش المقصود في الديليجيشن؟ طيب على ما بال هون بيعمل ريبير، نحن نوقف ونرجع عشان ما يكبرش الفيديو بس، وكده يكون انتهى ونرجع. فراح الى الكنترول بانل تبعه وراح الى السكيورتي ويد ادمنستريتيف تولز واخذ الاداه اليوزر الخاص بالاكتيف دايركتوري سيند وحطها على الديسكتوب على سبيل المثال وراح فتحها. فلو فتح الان مش ده الدومين تبعنا، مش الايوز دي والكونتينر دي هي نفس الايو والكونتينر اللي متواجده على مستوى السيرفر ده ولا لا؟ شفت طبعا هنا اكتر عشان انا ملصي بس او محفز ميزه الادفانس فيتشر. فراح حاب يتعامل مع الفاينانس فرايت كليك، مفيش اي كلمه نيو بتسمح له انه يتعامل. ليش؟ عشان معطاله توكيل او ديليجيشن على الاتش ار بس. ولو نقر على الاتش ار في نيو وبس معطاله ديليجيشن على اليوزرز انه يقدر ينشا يوزر، خلي بالك. والان بيشتغل على ويندوز 8 وشوف. فراح عطى يوزر على سبيل المثال اسمه علاء عصام وحب يعطيه باسورد كومبلكس كمان. وفينيش. مش اليوزر ده اللي انشئه على الايو اللي اسمه اتش ار وحصل له عمليه ترحيل الى هنا ولا لا؟ شفت الفكره؟ فكمفهوم سيرفر ما ينفعش انه انت تقعد از ا كونسول او تجلس از ا كونسول. وقلنا مفهوم از ا كونسول انه تستخدم الكيبورد الماوس الكونكتد او المركب على السيرفر نفسه عشان تمانج السيرفر. شفت الفكره؟ ما ينفعش تعمل هذا الشيء. فتحمل له اداه الريموت ادمنستريتيف تولز الاي دي ام تي على الجهاز تبعه وتعطيه ديليجيشن باشياء محدده وهو يشتغل فيها، وكده هو يكون ساعدك وخفف الشغل عليك، ولكن من منظور امني بحت وانت مطمن على نفسك ومطمن على عملك. هذا كان عباره عن فيديو يتكلم حول مفهوم الديليجيشن من منظور مايكروسوفت ومن الحياه العمليه. إلى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام، أشكركم على حسن الاستماع وطيب الله أوقاتكم، شكرا جزيلا.